الشاطر حسون الله ومبارك الاخوان. شحال عدد السلعه هذه؟ شحال عندنا؟ شي 15 يوم. 15 يوم الاخوان، يعني كتاكل الزوانه ولا باقا تدريها؟ زوانه. شحال الثمن ديال النشوه؟ 50. 50 درهم النشوه الاخوان. عندك التليفون؟ درت التليفون انا مثلا. الاخوان هذه كتبقى ب 50 درهم بيس. الله يسهل لك خويا والله يسخر لك الله يحفظك. ايوا اخوان اللهم بارك الاخوان. تبارك الله. قرعة عبد العامل. جدرة. جدرة. جدرة عندها خمس شهور. عندها خمس شهور، تبارك الله الاخوان، شي غور حية تبارك الله. الثمن ديالها شحال؟ اخر ثمن هو 150. اخر ثمن اخوان هو 150 درهم. النمرة ديالك؟ 06 90 68 57 دوبل زيرو. تحياتي يا خويا، الله يسخرك امور، اللي بغى نمشي هو يتواصل مع السيد، الله يسهل عليك خويا. اخوان الشيطان حسوا اللهم بارك الاخوان، دور نشاوي. ايناش شحال عندهم خالدو؟ خويا عندهم سيمانه. عندهم سيمانه اخوان، تقريبا صيد جديده الاخوان ربح الله. ثمن 500 هذا كيبقاو ب 25 درهم النشوه. 25 درهم النشوه. اخوان اللي بغا يجي السوق راه اخوان في الزرقاء الاخوان الجديده في السوق راه اللي بغاهم دايرين 25 درهم البياس. الشاطئ الحسو اللهم بارك الاخوان. طير تبارك الله. الصدارة ديه؟ الصدارة. شحال عنده؟ عنده شي 9 شهور. عنده 9 شهور. كلم. كلم تبارك الله الاخوان. الثمن ديالو شحال؟ نقولوا فيه 350. هذا الاخوان كيبقى 350 درهم، ما كيخاف ما والو، غنشوف معاه هذا كيبقى 350 درهم. شنو التليفون ديالك؟ 026 95 56 87. اللي بغا يدير تبارك الله الاخوان تواصل مع مولاه، الله يسخر لك الامور. الله الشيطان الحسون اللهم بارك. شطير الاخوان ياك؟ شطير تبارك الله. شحال عنده ولد؟ عنده عام ونص. عنده عام ونص الاخوان. كلم راضي. كلم. الثمن ديالو شحال؟ 350. هذا الاخوان كيبقى 350 درهم الاخوان هذا. أول مرة. النمرة ديالك يا خالد؟ 07 06 71 48 73 هو اللي بغا يدير تبارك الله يتواصل مع السيد، الله يسخر لك خويا. الشاطئ الكناري اللهم بارك الإخوان. كورة ونشاوي الإخوان وشي واجد الخدمة هنا اللي بغا يخدم. الثمن الإخوان كيبقى ب 100 درهم. غنشاوي بهاد الدوره، الثمن هو 100 درهم. اخوان وغنشاوي ديال المقرين الاخوان. ولا كيقول لكم واجد الاخوان اللي بغا يخدم. عرف القنب تتقوى شحال تكركوش. الاصل ديال هادي. الجدره. الجدره بنت العام ولا؟ آه بنت العام الاخوان، عندها تقريبا شي عام دابا ياك؟ عندها تقريبا شي عام دايره جدره. مولا قال لكم اخوان راه واجد اللي بغا يخدم. ما عنديش شي طويل صغير لا ما نبيعها بالله زوينه ساره. الثمن ديالها شحال هذه؟ 25000 فرنك بالقفص ديالها. هذه ب 250 درهم الاخوان بالقفص ديالها. عندك تليفون؟ تليفون مرسي محافظ. محافظاش. الله يسهل عليك خويا. الثمن ديال الاخوان 250 درهم هذه. الشاطئ الكناري اللهم بارك الاخوان. شفت شي واش تبارك الله راه واجد 100%. اه كانوا خدامين. تبارك الله. شوف شوف شوف. اللهم بارك الاخوان. السلعه نقيه. اه تبارك الله. الثمن ديال الكوره؟ الكوره 120. 120 درهم ونشاوي؟ نشاوي 80 درهم. كله ما كلمش تبارك الله. ما كيسكتش حتى غايسرح له ما يسكتش. تبارك الله. الكوره 100 درهم ونشاوي 80 درهم. الكوره 120. الكوره 120 ونشاوي 80. 80 درهم. تبارك الله كلشي واجد الاخوان. كلشي تيبر عرفت كيديروا نتاوي هنا. تبارك الله وكاين هاد زوج هاد الليزانس. واش هذيك الطفره ولا؟ اه طفره. طفره اخوان تبارك الله. شوف شنو الالوان في الاخوان كيدير. كار هذا ياك؟ هذيك كوبلا. تبارك الله. فاش خدام هذه؟ لا. فاش من خدام وانت راه داخله للبداله دابا. داخله للبداله اخوان شي هو. الثمن ديالهم شحال هذا؟ 500 درهم. 500 درهم.
300 ثمن اخوان كيبقاو 300 درهم ثمن مناسب الاخوان. شوفوا الدكارك مزيان باناشي بالمار. مرحبا. نمرة التليفون اخي 06 57 96 12 17. تحياتي خويا والله يسخر ايوا. تحيه ويداليا الله يحفظك خويا. تحياتي الشاطئ البلبل وبدارجه المغربيه وطوار ومبارك الاخوان. شحال عنده هذا؟ هذا شي 3 شهور اخويا. 3 شهور وما كيخافش تبارك الله ما والو. اصل جدير هذا جدر جدر اخويا عنده 3 شهور تبارك الله. كلم شويه شويه. الثمن ديالو شحال؟ 130 130 والبيع ديالو شحال؟ 20 فرانك وبيعوه. الثمن ديال الاخوان 200 درهم اخوان. عطاو 130 درهم واش تبيعو. عطيني النمرة ديالك 06 50 43 90 30. اللي بغا هذا تبارك الله تواصل معاه. الله يسخر لك الامور. امين. الله يسخر لك الشاطئ الحسون. اللهم بارك الاخوان. تبارك الله ما كيخاف ما حتى شي حاجه. نشوف الله. انا اصل ديالو قرع ولا صدر؟ صدر. هاموس تبارك الله اخوان. فاش خدام كريال؟ لا لا تبارك الله اخوان. يبغى يخدم راه يخدم. هذا تبارك الله هاموس. الثمن ديالو شحال؟ هذا اخوان كيبقى ب 600 درهم تبارك الله. طويل في المستوى اخوان. اللهم بارك سيوا تبارك الله ما كيخافش. الثمن ديالو هو 600 درهم. عندك تليفون قول لي 06 10 38 29 91. اخوان اللي بغاه تبارك الله يتواصل مع الاخ. الله يسهل لك خويا. الله يسخر امورك. الله يحفظك خويا. ربي يحفظك. الشاطئ كالوبسيط. اللهم بارك الاخوان. هذا راه كوبلا تبارك الله. بقيتي خدام ياك؟ بقيتي خدام ما دعمنيش تبارك الله. الثمن ديالها شحال؟ 250 درهم بجوج. اخوان راه كيبقاو الثمن ديالهم هو 250 درهم بجوج الاخوان. عندك تليفون اخر؟ قول لي النمرة ديالك 06 12 13 62 44. اللي بغى الكوبا راه خدامه تبارك الله. دعم تواصل مع السيد. تحياتي خويا. الله يسخرك الامور. الحسون. اللهم بارك الاخوان. اصل ديالو جدر. جدر تبارك الله. عنده عامين تبارك الله. الصيد عمرو خدام كريا. عمرو خدام. الثمن ديالو شحال؟ نقولوا فيه خويا 800. هذا كيبقى اخوان 800 درهم قابل للتفاوض. اللي جاتك سا. مرحبا. 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 عندك تليفون؟ كاين تليفون. قول لي 06 63 95 97 22. اخوان مولاك يقول فيه 800 واللي بغاه راه ينقص ليه شي حاجه. الله يسهل لك خويا. الله يحفظك. امين اخويا. الله يحفظك. خويا الشاطئ الكناري. اللهم بارك الاخوان. شمن الله مارك هنايا؟ الالبينو عين حمراء. اها ندوزو حنا 13 كيلو. هاي شرا الروميو. كل بياسة شحال؟ 150 درهم. العين حمراء كانت كدير 300 درهم واحد الوقت. الوقت اللي ما كاين والو. حتى واحد بقى باغيهم في هاد الحوانت هادو. وهادي هادو كيديروا 150 درهم حتى هما. ولينا كنبيعوها ب 100 180 90. علاش؟ جريو عليك خير. كيجريو عليك القوات المساعدة. كيجريو عليك كلشي وهادشي. عطاهم النمرة ديالك اخي. لا اله الا الله محمد رسول الله. عطاهم النمرة ديالك. لا النمرة ما تخرجش. كاينش النمرة؟ النمرة ما تخرجش. الله يسهل عليك خويا. اللهم امين يا ربي امين. اخوان السلام عليكم. اليوم كنتجول في سوق قريعة يوم الاحد. الاخ مصطفى خويا كيدير؟ لاباس عليه؟ لاباس عليه. واه ما روحش خويا. كلشي مزيان؟ كلشي ولاع؟ موجود خير تبارك الله. اخوان تبارك الله المحل اخوان. كاينه الدخله هادي. كاينه الدخله فيها الكلام هي اللي من هنا. هو المحل اخوان باش تعرفوه. اخوان تبارك الله راه جميع الطيور موردين عند الاخوان. نشوفوا الخير. نشوفوا اخوان. اللهم بارك الاخوان. تباعت تباعت هادي تبارك الله. امين. الشاطئ رجعوا الاخوان تبارك الله. هادي بنت العشا هادي ياك؟ شحال عندك تقريبا هذا؟ هو مثل العام. الثمن ديالها شحال؟ كيبقى لك شي شكرا.
بينك وبين مولاه. مولاه ما كيبغيش. مرحبا خويا. امين امين امين. كاين باش يا اخوان. هذا نورمال هذا ياك. والله شوف هذا البياس خويا مصطفى هنايا شحال؟ 35. هذه 35 درهم اخوان. الشاطان حداد. حداد ودهب. تبارك الله هذا هو العشاء الاخوان هذا. الثمن ديالو شحال؟ الثمن 400 درهم. هذا كيبقى ب 400 درهم تبارك الله واحد الميسو مراقبه تكلم. وكاين هذا وطواطا اخوان ها هو يا. شحال عنده خويا مصطفى هذا؟ الصدار عنده 5 شهور كل ما مصطفيك الثمن ديالو شحال هذا؟ 300 درهم. هذا كيبقى ب 300 درهم اخوان هذا. القفز ديالو وكل شيء ليه. غادي خدام زيك. آه تبارك الله تواعد تبارك الله اخوان هذا قلت لي 300 درهم ياك؟ 300 هذا ياك؟ هذا كيبقى ب 300 درهم. شكون هذا الحمومية شاية؟ هذه 5 شهور اخوان. هذيك كتبقى 200 درهم اخوان هذي. ثمن مناسب. ثمن مناسب. خير بوجود تبارك الله اخوان. كاين واحد الطعام خضرا اخوان ها هو عصفور. شوف بحال عصفور اخوان. قديم شوية هذا في الخبز ياك؟ شهرين. شهرين الثمن ديالو؟ 170. هذا 170 درهم. عندي بحال هذا. الشاطع والولوال اخوان. الاول كيبدا من 200 درهم حتى ل 500 درهم. من 200 درهم اخوان حتى ل 500 درهم على حساب الكلام وعلى حساب خدومية. تبارك الله انتم راه خير موجود تبارك الله. الحداد كلشي موجود اخوان. الحداد تبارك الله اللهم بارك اخوان. تقديم شويه ياك. تبارك الله الثمن ديالو خويا مصطفى هذا شحال؟ 250. هذا 250 درهم. هذا مال هذا تبارك الله ميسي. هذا القماش اخوان راه هو فوق كل مراكز اخوان تبارك الله. الثمن ديالو خويا هذاك عرفت البلاكا؟ هذاك خويا الثمن ديالو 1200 درهم اخوان هذا هو تبارك الله كلهم. كاين طعم نار اخوان كان عنده اخوان مصطفى هذا زورين الثمن ديالو شنو هو؟ 170 درهم ان شاء الله خير موجود تبارك الله راه قامات شوطا الثمن ديال القامات شحال؟ هذا كيبقى 200 درهم وكاين طيبوا طعم شينا الاخوان ديما تبارك الله الثمن ديالو اخوان مصطفى هذا؟ 250 درهم اللهم بارك يا المقرين شي وقت قديمه شويه ولا 4 شهور الثمن ديالها 170 درهم طاع الخضري الاخوان هذا الثمن ديالو الثمن ديالو هذا 200 درهم وكاين هذا الهزر الاخوان راه الفوق ود العش الاخوان الثمن ديالو شحال؟ 600 درهم 600 درهم تبارك الله الاخوان راه جميع الطيور تبارك الله كاين هاد كوبلا شي واشات بجوج شي واش واش ديال الخدمه هذا مصطفى شحال الوحده هادي؟ 170 درهم الاخوان وكاين هاد البوح الزرهوني قديم قديم تبارك الله تبارك الله الثمن ديال هاد البوح هذا طاب الثمن ديالو هذا 450 درهم قديم في القفص الاخوان تبارك الله كل واحد خورا كاين هذا اخوان شي هو يا عنده عامين تبارك الله كاين هذا ميسو كريس كاين هذا ميسو كريس شي هو يا شنو الكلام فيه صطاف هذا صطاف شنو الكلام فيه هذا هذاك فيه ويدانية الثمن ديالو شحال؟ الثمن ديالو 600 هذا 600 درهم الاخوة فيه صدر كناش بارك الله اللهم بارك
هذا شي هو خويا مصطفى ياك ولا تكر؟ كاير كلم ناضي. الثمن ديالو شحال؟ 150 درهم. هذا شو هو تكير اخوان، كلشي هو جد خدمه الاخوان. الثمن ديالو هذا 170. هنايا هادي هاي تبارك الله راه مريحه في العشاء. شو حاطه في البيضاش. الثمن ديال الكوبلا مصطفى؟ الثمن ديالها؟ هذه 950 درهم. وكاين هاد الخضر يا الاخوان تبارك الله راه الزبون هنا. هذا العصفور الثمن ديالو مصطفى 200 درهم. كاين هادي تبارك الله شحال عنده هادي؟ هذاك عنده تقريبا شي 6 شهور. الثمن ديالو 300 درهم. هادي كوبار هادي كوبار الاخوان طائر قوبة الاخوان هادي كتاكل في الدود تقريبا راه كتشبل الاولى الاخوان هادي شو الثمن ديالها خويا مصطفى هادي صافي جن الثمن ديالها هادي كتبقى ب 300 درهم. كاين هذا الاخوان شو هو تبارك الله هذا 450 درهم. كاين هذا حداد الاخوان هو قديم شو هو شحال عنده تقريبا؟ 7 شهور الاخوان راه ما كيخافش. لا هو مكلم شمال هذاك كيبقى ب 350 درهم. وكاين الطائر تشين الاخوان اثنيها دابا دور قدام عند مصطفى اخوانا الثمن ديالو 50 درهم. 200 درهم كاين الحداد تبارك الله الثمن ديالو هذا شحال؟ 400 اخوان اي حاجه تبارك الله اخوان بغيتوها تلقاوها الاخ مصطفى خير موجود تبارك الله والله يسخر لي الاخوان تبارك الله شوف الاخوان اللي بغيت هو كاينه جميع الطعور ومغردات الاخوان كاينه اخوان تبارك الله انتم الخير موجود تبارك الله واللي بغى شي بياس الاخوان عطاكم النمر ديال اخو مصطفى واللي بغى شي بياس تجي تواصل معاه خويا مصطفى النمر ديالك اخويا 074 84 54 94 تحياتي خويا مصطفى اخوان اللي بغى شي بياس وثمن مناسب جات خويا مصطفى اخوان اللي جا من طرف اخوان تعامل مع مصطفى الله يحفظ خويا تحياتي خويا مصطفى الله يحفظ خويا الله يسخرك اول مصطفى تحياتي خويا شاطا البلبل في الدارجه المغربيه والطواطر اخوان اللهم بارك شحال عنده خالد عامر اخوان كلم ناضي كلم في حسنية تبارك الله عنده عام شمن البيع 400 درهم شمن اخوان كيبقاو 400 درهم الاخوان تليفون ديالك 06 02 48 32 عاود النمرة 06 02 48 32 69 اخوان اللي بغا تبارك الله واجدة راه صورة كاينة خشوة الاخوان هاي راه قالك مولاها واجدة اللي بغا يخدم بها هاي اللي عندو شي تكاير واجد راه بغا تخدم هادي لا خشوة شو الاخوان تبارك الله الاخوان شحال هو العاقله تبارك الله اللي بغيتي ديال الزنقه مطلوقه عند المصيف مرحبا الثمن ديالها شحال؟ 400 درهم الثمن ديالها اخوان 400 درهم وخوها شاو ب 400 درهم اخوان النمر عندكم في الفيديو مشوارة واجدة كتبيك يا اخوان اللي بغا يتواصل معاهم الله يستر عليكم الاخوان الشاطا الباجي الدارجة المغربية بيروش بسم الله مارك هنا كاين بلاك وين كاين الهوغو تكساس كاين الهوغو الاخوان وشي واجد خدمة هنا ما شاء الله مزيان الثمن ديال البياسة شحال؟ 40 درهم الثمن 40 درهم 30 درهم اخوان كل ثمن ديالهم هو 40 درهم عندك تليفون؟ لا عندك تليفون تحياتي خويا الله يسخرك امور يسير عليك لا هذا عادي هاد شحيمة فينا يا خالد شحيمة هادي شحيمة بان هاي ورجع هو دابا البيت كاملة
هادو راه عادي اللي بغى طاير جوج شويه راه كاينين ولا بالطويرات ها هو طاير واحد لك هادو انتاوي بجوج هذا هذا طوير كره واحد لك ثمن ثمن خلي 80 درهم كاين 100 درهم 180 درهم 80 درهم 80 درهم تبارك الله اش علاش هو اللي بقى خفاف علاش على شي بارك غير 80 درهم ثمن مناسب شحال كيتباعوا خويا 170 درهم دير لي 150 درهم هو اللي بقى ب 80 درهم ها هو وري الاخوان وري الكورجه بيضاء هي شحيمه بيضاء يا سادي شحال هادي هادي 200 درهم هادي 200 درهم 200 درهم بقا تولع بابو نمره التليفون 0704 28 24 56 تحيه ويدانيه الله يحفظك خويا مرحبا عاد ادم تحيه يجيبوا لي التواحه بحال هادي خويا هيا شحيمه اللي بغى الله يسهل عليه 200 درهم